الوطنية لا تريد الوجهات بأن تكون خارج الدول التي قام بوضع طرق قانونية صارمة لمكافحة الإرهاب الذي بات يؤثر بشكل كبير على الأنظمة الاقتصادية والمالية لمختلف دول العالم، ذلك عبر القيام بأعمال إرهابية قد تؤدي بحياة الكثير من الأبرياء. فضمن هذا الإطار فقد اعتمد النواب خلال هذه الجلسة البرلمانية التي رأسها النائب الخامس لرئيس الجمعية الوطنية عمر بن داود اقتراح مشروع قانون يتعلق بالكفاح ضد غسيل رؤوس الأموال وطرق تمويل الإرهاب في تشاد، بحيث صوت 106 نواب بنعم بينما صوت نائبان ضد هذا المشروع، في حين امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت. كان ذلك بحضور وزير العدل حامل أختام المكلف بحقوق الإنسان نجم عربي الذي عبر عن بالغ شكره لنواب الجمعية الوطنية لاعتمادهم هذا المشروع القانوني الذي يحتوي على 74 مادة. قدم مشروع هذا القانون للنقاش لنواب الجمعية الوطنية من قبل لجنة السياسة العامة والقوانين والمؤسسة الإدارية والقضائية بالبرلمان.